يستضيف جناح مركز أبو ظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على أجندة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في إمارة أبو ظبي عددا من المؤسسات والهيئات التابعة لحكومة أبو ظبي الإلكترونية في معرض جايتكس 2013، والتي تكشف النقاب خلال المعرض عن عدد من الخدمات والمبادرات والحلول الإلكترونية الحديثة التي تقدمها لمتعامليها. تعتبر مشاركة الحكومة الإلكترونية، حكومة أبو ظبي الإلكترونية في معرض جايتكس الأول من نوعها في هذه السنة، حيث يشارك المركز مع 11 جهة حكومية تعرض كل ما هو جديد في الجهات الحكومية اللي موجودة حاليا. إن تكامل الخدمات الإلكترونية الحكومية هو مسألة ضرورية وحيوية في عملية تطوير وتحسين الخدمات العامة، ومشاركة هذه الجهات تحت مظلة واحدة جاء كنتيجة لالتزام حكومة أبو ظبي بالاتحاد والتكامل على كل المستويات. اليوم كثير من الجهات بدأت تتجه اتجاه استخدام التقنيات الحديثة في إدارة أعمالها، في تخطيطها، في أيضا التواصل مع الجمهور، وهذه الحمد لله يعني خطوات جيدة إلى الأمام. كثير من هذه الخطوات إن شاء الله راح تؤطر أكثر في مشاريع قادمة على مستوى حكومة أبو ظبي. التطبيقات الذكية التي أطلقتها المؤسسات والهيئات في إمارة أبو ظبي تأتي تماشيا مع التطلعات المستقبلية للدولة بالتحول بشكل كامل إلى حكومة ذكية تهدف إلى تقديم أجود الخدمات للمتعاملين. في إطار سعيها الدائم لخدمة أفراد المجتمع وتوفير جميع سبل الراحة لهم، حكومة أبو ظبي تطلق تطبيقاتها الذكية من خلال معرض جايتكس 2013. صالح البحار، قناة أبو ظبي، دبي.